بهدف لحسين الشحات الاهلي يهزم الهلال السوداني 1-0 ويلحق بركب الثمانيه ويتاهل ان شاء الله لدور الثمانيه، ونستنى باذن الله القرعه يوم الثلاث ونشوف هنقع مع مين. نتمنى ان احنا حتى لو وقعنا مع اقوى فرقه مفيش مشكله بالنسبه لنا، لان احنا النادي الاهلي. في ناس كتير جدا هتقول لي بس الفرق المغربيه السنه دي ماشيه كويس، حظها عالي، الفرق التونسيه مش عايزين نلعب بالترجي. احنا لو بصيت على الفرق كلها هتلاقيها اللي من الجزائر واللي من تونس واللي من المغرب، يعني قدرك انك ممكن تلعب فرقه من الفرقه دي. والنادي الاهلي باذن الله قادر على المكسب بمجرد التاهل لدور الثمانيه، حاجه تانية خالص. كابتن شريف الف مبروك. مبروك كابتن ايمن، مبروك الصعود. رمضان كريم. لعيبه متاثره جدا بشكلها بالصيام كده النهارده. عدينا من مباراه زي ما احنا قلنا مباراه سهله عليك لو قدرت تتعامل بتفكير وتركيز داخل الملعب. هي كره اللي حصلت الشوط الثاني و30 كره زيها كويس، كان ممكن يبقى نتيجه اعلى من الهدف ده بكتير جدا، بس دي النهايه كانت صح. النهايه طبعا صح، بس انت انا حاسس ان اللعيبه النهارده يعني مش في القوه البدنيه بتاعتها اللي هي بتنفذ وبتفكر وبتاع. حاسس كده ان الصيام برضو مأثر، كان والفطار بدري متأخر ودخول في مباراة زي دي حصلت لنا كلنا، يعني نبقى تقال شوية بعد عملية الصيام وكده. فالحمد لله على النتيجة، الحمد لله على التأهل. ودايما النادي الاهلي في كل بطولة خدها كان بيبقى بنفس هذا الشكل. السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها كان بنفس هذا الشكل، كنت بتروح تلعب دايما المستوى الاول اللي هو بيبقى الاول في كل مجهود. مظبوط. وكسب الوداد وكسب الترجي، وعشان كده لو هتاخد بطوله مباراه الذهاب هتبقى على ملعبنا، ومباراه الاياب هتبقى على ملعبهم. يعني اول مباراه عندنا احنا. طب هايل، يعني انت لو ما بتبقى اول مباراه عندك كويس، يعني انت تقدر تعمل نتيجه كويسه جدا وتقدر تروح مستريح. وبعدين انت بقيت بتلعب في بطوله افريقيا هنا زي هناك. كل مباراه بظروفها، كل وقتها وبالوقت اللي رجالتك ولاعيبتك سلام. ارجو ان يكون في نفس. يعني احنا بنتكلم دلوقتي احنا هنلعب ايه؟ هنلعب كمان 48 ساعه ماتش. وبعدها 48 ساعه ماتش. وبعدين نخش 72 ساعه ماتش. هتبدا تلعب اربع ماتشات ورا بعض في خلال كل 72 ساعه ماتش. تتمنى تلعب مين في دور الثمانيه؟ عندك الترجي وعندك الوداد وعندك مين تاني؟ وعندك الرجاء. مش لعب الرجاء. ولو الرجاء هو اول مجموعته. كل دول اوائل مجموعات. لاعب الرجاء. الرجاء والترجي وال الرجاء بالنسبه لنا والوداد قريب شويه. يعني هم 8 فرق. ايوه انت واحد من واحد بتلعب واحد من الثلاثة. الرجاء والوداد والترجي. اعتقد الرجاء اقرب لنا. وصن داونز ربع من اول مجموعتك. الرجاء اقرب لنا. انا اتفرجت امبارح على صن داونز وهو بيتلاعب بلوزداد الشباب الجزائري، كانوا متاخرين بجول ولعبوا على صن داونز. لا اتفرجت على الترجي وبلوزداد الجزائري. كانوا متاخرين بجون الترجي. الحقيقه عندهم قوام فرقه وعندهم فرقة كويس. عمود فقري كويس مدرب كويس قوي كابتن. هذا الجايدي مدرب كويس. عندهم سنتر فيرو اثنين سنتر فيرو وثلاثه بيلعبوا عندهم نص ملعب كويس. تاخروا بهدف في اول مباراه على طول. بقوا جول جيم وجابوا هدفين واثنين واحد الى ان ما قدرش بلوزداد يرجع النتيجه الاثنين اثنين زي المباراه الاولى اللي كانت واحد واحد. ف عندك برضو اتفرجت على الترجي على شباب الرجاء. الرجاء كويسين ومش ثم قريبين منك. يعني مش الانياب اللي هي موجوده في الوداد ولا حلو. يعني انت ما تتمناش ان احنا نلعب الترجي او الوداد. كل البطولات اللي خدناها لعبنا الوداد ولعبنا الترجي. تفوقنا على الوداد. تفوقنا. تتفائل يعني. مش هتاخد بطوله الا اذا كنت هتلعب الفرق الكبيره. كنت هتلعبها دلوقتي او هتلعبها في النهائيات. طبعا انت بتحاول تبقى الايام دي بتحضر مع فرقه في نفس يعني في نفس الحاله البدنيه بتاعتك في نفس الشكل ده، وبعدين تاخد الباور بتاعك في الانطلاق. عندك سياسه كيفيه انك تتعامل في الادوار دي. النادي الاهلي الوحيد اللي بيبقى عنده كيفيه في التعامل في الوقت ده. ان شاء الله تلعب اي فرقه منهم تكون انت بس حالتك البدنيه والاستشفاء بتاعت لعيبتك واثار كاس عالم اثار اي حاجه تانية مش موجوده. ويمكن ده الفرحة الأولى بالنسبة لجماهيرنا وجماهير النادي الأهلي خاصة يعني بالتأهل. وبإذن الله النادي الأهلي يكمل بإذن الله ربنا بإذن الله قادر على إنه يكمل إن شاء الله يكمل بهذا الشكل ويكون لعيبته كلها بقت على فورمة عالية بإذن الله بإذن الله ربنا. كابتن علاء ألف مبروك. أعتقد برغم إن الحالة زي ما قال الكابتن شريف يعني النادي الأهلي ما كانش في أفضل مستوياته، ولكن فوز يعتبر مستحق.
الفوز مستحق، لان على مستواك مش عايز اقول سيء المتواضع ده، انت احسن من الفريق الثاني برضه. تخيل انا بقول لك في بدايه الاستوديو انت بتلعب فريق اضعف منك على كل مستويات، حتى مستواك مش متوسط انت احسن برضه، وانت اخطر وانت شكلك احسن، لكن تأهل مستحق ما فيهوش اي مشكله خالص. هي بس انا عايز اقول ان كويس الاخطاء النهارده اللي حصلت في مباراه النهارده دي حصلت النهارده. يعني في ماتشات كده بتحس يعني تكسبها باخطائك، يعني اخطاء كتير جدا النهارده، بس في الاخر الحمد لله مكسب وتاهلت. فدي بحد ذاتها كويسه، يعني تقفل الصفحه دي خالص صحيح، وتبدا تساعد لمباراه اللي هي مباراه الدوري، مباراه الاهم بعد كده. تقع مع مين في القرعه ايمن مش فارقه، مش فارقه، انا خلاص انا الحمد لله عديت المرحله دي. ما بقى في القرعه انت اكيد هتفي خلاص، القرعه بقت بروح لها قويه، انت هتصدم بالكبار صحيح. بس انت بس احيانا وانت لعيب حتى كنت بتقعد تبص على الفرق كلها فتقول ايه، يعني انا لو لعبت الترجي هيبقى افضل من الرجاء، لو لعبت لا بكل علينا احنا، يعني انا عمري ما عملت كده والله خالص. انا عندي يعني مبدا كده، انا خلاص وصلت. انت كبير، انت كبير افريقيا، لو انا هعمل حساب لفرقه فكل الفرقه قلقانه منك. لا هي مش تعمل لك حساب بس ايمن، قلقانه منك لان هي عارفه النادي الاهلي لما بيوصل للدوري المجموعات كده ويبدا بقى يلعب الدوري تاني كده خلاص ما عندوش مشكله ان شاء الله يوصل ويفوز بالبطوله. فهم القلق عندهم هم، المشكله الوقت في كل الفرق. فاصل حاجه، لا 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 المشكله الوقت في كل الفرق، ان بيقول لك يا رب مع النادي الاهلي مش انت. أيوه. خالص انت خلاص انت وصلت الحمد لله وبمكسب كمان، ولا بتعادل ولا حاجه، عشان كده قلت لك لازم ندور على مكسب، وكسبت النهارده باداء متواضع بس كسبت وتأهلت ومستني اللي يجي لك. يعني انت مش قلقان من حد، هو الوقت الناس كلها قلقها الوقت من النادي الاهلي. ايوه عشان هم عندهم حاجات كمان يا ايمن، يقول لك ايه الاهلي لما بيتأهل تاني المجموعه بياخدوا البطوله. انت فاهم مع مين مش مشكله، فهو القلق كل الوقت للفرقه الثانيه، ان انا مش عايز اقع مع النادي الاهلي، مش عايز اقع مع النادي الاهلي حاليا. يعني يقول لك انا قابل النادي الاهلي ان شاء الله يا رب في النهائي، يبقى نهائي وكده، لكن الوقت بتبقى مشكله. فمبروك تاهل الحمد لله مستحق، الحمد لله رب العالمين. كابتن عادل الف مبروك، مبروك للنادي الاهلي يلحق برجب المتاهلين دور الثمانيه. مبروك يا كابتن، انا كنت خايف جدا ليه؟ عشان الظروف اللي احنا وقعنا فيها، فقط في كاس عالم، لعيبه نفسيا اخفاق في كاس امم، وبعدين ماشي. بس انت كنت قلقان زياده عن اللزوم قبل الماتش، يعني انت بيبقى في بعض الحاجات قدامك كده انت بتبني عليها رؤيتك. انت كنت قلقان زياده عن اللزوم، مع ان مثلا الكابتن علاء قال كلام، وكابتن شريف قال كلام، وكابتن بلال قال كلام، وانا عن نفسي يعني كنت مقتنع ان النادي الاهلي حتى لو بمستواه المتوسط او اقل متوسط ممكن يعدي الماتش ده. لا مش دي كره القدم، من وجهه نظر وجهه كره القدم انت ممكن تكون عندك انك انت هتكسب تخسر، تقعد سنه عشان تاخد بطوله افريقيا ثانيه، عشان تلعب في بطوله افريقيا. الموضوع يحتاج حرص. صح. انا مش قلقان، انا لا انت كنت قلقان. اسمعني يا كابتن، ما هو القلق هو الحرص، انا قلقان وعندي حرص لكن عندي ثقه في لعيبتي. ولكن في نفس الوقت ياما طلعت انت طلعت من البن الاثيوبي مره. صح. يعني احنا بنتكلم في ايه؟ طلعت في البن الاثيوبي يعني اقل من الهلال 3 مليون مره. بيحذر عادل، بيحذر كره القدم كده، كره تقلب في اي وقت. يعني بس انا عاوز اقول لك حاجه، عندك شك ان مصدر السعاده فرقه النادي الاهلي في كل مصر. في كل الوقت طبعا احنا مصدر السعاده. انا ما عنديش شك. انا بقى كنت عارف خايف من ايه؟ كمان نخسر النادي الاهلي يطلع، لا تبقى مشكله عند الجمهور المصري، الجمهور وعند الجمهور الاهلي. جمهور الاهلي كان محتاج انه يفرح، لان اللي حصل الايام اللي فاتت كتير على الكره المصريه، النادي الاهلي يقدر يفرح. عشان كده كنت خايف في اوقات كتير قوي النادي الاهلي ما انا عمري ما خفت منه كفرقه، لكن بخاف من الظروف. أيوة. الظروف كانت صعبه يا كابتن ايمن. أيوة. خلينا نبقى منطقيين، اهم لعيبه عندك اللعيبه الدوليه في اي فرقه كده في الدنيا، اهم لاعب، اهم اللعيبه في اي تيم هي اللعيبه الدوليه والغاليه قوي. دي كره القدم. أيوة. في العالم كله كده، دول عدوا بمراحل صعبه للغايه. اقول لك حاجه، وفي كمان معاك علي معلول، فرحان وكل حاجه، لكن عدى باجهاد كاس افريقيا. واضح عليه النهارده. كاس افريقيا عندك ديانج لعب ماتش فاصل وتعب ولعب وسافر وعدى وعمل، يعني الامر كله يحتاج انك انت يبقى عندك مش القلق قد ما الحرص. الحرص انك انت ما تخسرش، الحرص ان انت توصل للدور الثاني. النادي الاهلي يستاهل انه
البطولتين اللي خدهم ورا بعض ياخد كمان واحده كمان. انا من وجهه نظري. ولكن انت كنت بتتكلم مع الكباتن تاخد مين انهي فرقه من احنا هنتكلم فيها بعد كده، بس احنا هنتكلم الاول على اللي حصل كان النهارده والقلق اللي هو كان يعني مصدره مننا كلنا. انت كان تلان جدا. أيوة. زياده عن اللزوم. طبعا كلام عن نفسك مش قلقان. لا انا بقول له هو كان عليا ان انا اللي هو صدر لنا احنا قلق. انا ما لا 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 ما صدرناش قلق. بقول لك من بيننا كلنا انت الوحيد اللي كنت قلقان. خلاص هو كلمه هو بوجهه بقى يعني اضغط عليه هو. هقول لك ليه. هقول لك يعني بتجيب ده كان قلقان جدا يعني قلقاني حتى بالماتش. ايه طبعا احنا قلنا الفرقه دي هتاخد الكره وتدهن. انت قلت كده صح يا كابتن. خدت بالك؟ ايوه. والنتيجه عادل لا يقصد فرق الامكانيات. عادل لا يقصد والله. معلش بس النتيجه كام كام؟ ما انت زي ما قلت الكابتن علاء انت كسبت النتيجه كام وانت ربع مستواك. النتيجه كام يعني يعني ايه ربع مستواك؟ يعني ما ظهرتش مستوى. نعم. قدرات عبد القادر عدى عمل لحسين الشحات عملها كده. كان عندهم كره قبليها كانت ممكن بالهاد. تخبط بالدماغ تدخل جول. كنت هتعمل ايه؟ بص يا كابتن شوف من حقك انت كجمهور يبقى عندك ثقه وتتكلم بثقه. ومن حق الناس اللي هم انا ماليش دعوه بيهم، انا بعيد، انا راجل محلل. ايوه. لكن انا لما بحس الاحساس بتاعهم بخاف. بخاف الخوف المشروع. وانا قلت لك ان هم يخافوا هيقعدوا يركنوا. لا بالعكس، الخوف المشروع ان ممكن كره تدخل فيك. ممكن الكره دي في كره ممكن كان اتشالت رجله شويه اللعيب وكان ممكن ياخد بنالتي ولا الراجل اللي حطها بدماغه. بص يا كابتن، كره القدم لا تصلح للمغرور. انا مش بتكلم على ايه، انا خليني اكلمك صح. يعني الغرور انك انت طول الوقت واثق انك هتكسب. النادي الاهلي مكسبه كده طول عمره. النادي الاهلي احنا ما انتوا علمتونا انتوا الكبار كده. لما كنا بنروح نلعب اقل فرقه كان ايه اللي بيحصل؟ صح. كابتن النادي يعمل حساب اي فرقه بتلعبه بيبقى يوم عيد. اي مظبوط. ازاي عايز يطلع كل اللي عاوز يطلع مزبوط. كل اللي عنده. اقول لك حاجه، يعني الهلال النهارده لما جه يلعب النادي الاهلي، انا قلت لك قبل الماتش لو الهلال خسر فده العادي. ايوه. لو كسب ده اللي من غير عادي. ايوه. ما هو ده الاحساس ده اللي بيخوفني. انا لما بلعب اقل فرقه بخاف، بتبقى الفرق مغلوبه 5-0 و6-0 وبيجوا لك يموتوا نفسهم قدامك ويقعدوا يدافعوا 90 دقيقه ويموتوا نفسهم. ما هو دي ضريبه النادي الاهلي. علشان كده طول ما انت بص، وانا بقولها كمان للاعيبه النادي الاهلي، طول ما انت عندك حرص ومد حساب وعامل حساب للفرق ومش خايف. انا بتكلم لما تكون عامل حرص شويه انت بتلعب احسن مباريات. لما بتنزل تعمل كده البن الاثيوبي طلعك قبل كده، المطابع السومالي ولا اسمها مش عارف ايه، فيلا الاوغندي طلعنا احنا قبل كده، كنا فرقه عظيمه وطلعنا. أي. وفاكر اتعادلنا وكسبانين هنا 2-0 ورحنا اتغلبنا 2-0 وطلعنا بالبنالتي. وانا بكلمك على تاريخ. أي. واكيد الكابتن شريف والكابتن علاء كان معانا في حاجات كتير وطلعنا. هي كده كره. وبلال مش طلعت قبل كده من كاس افريقيا؟ كلنا يا كابتن مرينا بالتجربه دي. صعوبه طبعا. إيه. عشان كده انا كنت طول الوقت عندي حذر ان انا عاوز اعدي ليه فتره صعبه على النادي الاهلي. احنا تعبنا قوي. صح. لعبنا ماتشات كتير قوي ولسه هتلعب ماتشات كتير. النادي الاهلي عاوز اقول لك بيمر بظروف غير عاديه، تقيله قوي عليه والله بجد. ده كويس ان هم ماشيين كده وشغالين كده. يعني انا بلتمس العذر للاعبين والله. اللاعبين يعني انت هتلعب اول يوم الاربعاء يا كابتن ايمن بعد بكره. بس انت احنا مريحين بقالنا فتره يا كابتن مرة. ايوه. لا يعني مش كلك مريح. علي معلول كان بيلعب. الغالبيه يا كابتن الغالبيه. لا لا تعالى تعالى اعدهم لك الغالبيه مريحه يا كابتن. تعالى اعدهم لك. علي معلول كان بيلعب، ديانج كان بيلعب، ياسر ابراهيم كان بيلعب، الشناوي كان بيلعب، عمرو السوليه كان بيلعب، حمدي فتحي كان بيلعب. ستة وإيه؟ قفشة كان في المنتخب وراح ويتمرن وشد عصبي ومباريتين شد عصبي كتير. أهو بيرستاو كان طالع من إصابة وبيتعالج. يعني اللي أنا عايز أقول لك الفرقة دي كلها كان عندهم ضغط. لا عليهم ضغط. النادي الأهلي عنده ضغط جامد قوي ولسه هيستمر الضغط عليه. ولو النادي الأهلي ما عندوش عدد من اللاعبين كافيين في فورمتهم هنتعب جدا. نتعب في الدوري. خلي بالكوا هتتعب في الدوري. وانت مش ذنبك ان انت بتوصل
بتوصل للادوار النهائيه في افريقيا وبتوصل لكاس. انت بتلعب اكتر، انت بتلعب في مصر مع الفرق المصريه بتلعب اكتر منهم بحوالي 12 مباراه 13 مباراه. انت عارف كده يا كابتن؟ ده واحد. الجدول الثاني، انت اكتر فرق، انت من اكتر الفرق في مصر اللي بتلعب فترات بينيه بيضغط لك مباريات مش اقل من 8 اسابيع في الموسم. احنا الموسم اللي ضاع مننا الدوري ده لعبنا كل يومين ماتش، ها تقريبا هو الشباب اللي جاي، الشباب اللي جاي بالظبط، الشباب اللي جاي. وانت وانت كنت جاي من كاس عالم وحاجات كده، دي ضريبتك انك انت بتلعب في بطولات وبتلعب وانت يعني الاول دايما يعني في كل عالم. يعني يا كابتن الف مبروك طبعا الاول وفوز مستحق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. يعني انا بقول فال حسن ان احنا بالمركز الثاني زي السنتين اللي فاتوا، ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يجيب البطوله السنه دي. ولكن يعني من وجهه نظرك كابتن عادل اتكلم على اجهاد ولعيبه وفترات هل فترات الراحه الفتره اللي فاتت ما كانتش كافيه؟ بص كابتن مبروك طبعا الاهلي الصعود. الفكره في الفرق الكبيره ما بتفرقش معاها هو اول ولا تاني. صح. يعني الفرق اللي دايما بتتابع على طولات هو يهمه فقط لا غير ان هو يصعد يوصل. تمام. يلعب مين بقى؟ يبقى اول، يبقى تاني، يلعب الترجي، يلعب الرجاء، يلعب اي فرقه، يلعب وفاق الصيف اي فرقه ما بتفرقش مع الفرق الكبيره. لانه خلاص هو بيبص ان عنده 6 ماتشات تمام، او سوري عنده 4 ماتشات ويوصل للفاينل تمام، فمش هيفرق معايا. فكده كده اصلا يعني لو قابل التاني هيقابل الاول اللي بعديه. صح. فمش فارقه كتير يعني، فاهم قصدي؟ هما ماتشين ويبتدي يقابل الفرقه اللي هيصطدم بيها وعندها طموح البطوله برضو وعندها امكانيات وقدرات البطوله، فمش هتفرق مع الفرق اللي بتدور على طول تقابل مين، يصعد اول او تاني مش هتفرق مع، المهم يعدي من من دور المجموعات. الكابتن عادل بيتكلم عن الاجهاد. خلاص احنا عايزين نلغي قاموس فكره الاجهاد ده من عالمنا في عالم كره القدم. ليه يا كابتن؟ طب انا 10 سنين شغالين في القصه دي، 10 سنين يعني. انا بس مش عايز نبقى يعني ايه بندي اكسكيوز للعيبه نقول له انت 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 خرجنا القدر البطوله فانت عشان مجهد. لا انا ما بحبش الحته دي، بحبش المبرر. اه بالظبط، مش عايزين نحط مبرر. لا بالعكس، في لعيبه من تونس لعبوا في منتخب. أي. تمام، زي علي معلول كده برضه، ما هو فاهم قصدي؟ ما ده من ضمن الاجابه. انا بقول لك في لعيبه وهيلعبوا برضه في الترجي في المغرب. انا عايز اقول بس يا كابتن ان احنا ايه، خلاص احنا اعتدنا على النظام ده. زي بالظبط الدوري الانجليزي، ما انت عندك بتيجي في شهر 12 وتحط وتلعب ماتشات كل 48 ساعه مش كل 72 ساعه. أي. كل 8 وخلاص والناس اعتادت ايه في البوكسنج دي. ماشي يا كابتن، ما انت برضو يعني اعتادوا كده. احنا طول السنه بوكسنج دي لعيبه اوروبا ما بيلعبوا ماتشين في الاسبوع. أي. يعني ريال مدريد الفرقه اللي بتوصل فاينل اوروبا بتلعب ماتشين في الاسبوع. أي. ماتش في الدوري، ماتش في بطوله اوروبا. أي. فخلاص فكره ان انت عايز تلعب ماتش في الاسبوع دي مش هتلاقيها. تلعب بقى في الدوري العام، عايز تلعب في ماتش كل اسبوع وتريح العب في الدوري العام. الدوري العام حتى ماتشين كل، لا لو قصده ان انت يعني خلاص تكتفي انك تبقى محلي يعني، فاهم قصدك؟ فانت قدرك كنادي اهلي تلعب على بطولات او بتلعب على كل البطولات اللي بتدخل فيها، فانت طبيعي لازم تمر بالحاله دي. لان مش يعني هنا في مصر زي ما انت شايف كده نظام المسابقات والتعقيدات اللي فيها وقله التنظيم، وهو النهارده بيصحى الصبح يلاقي الماتشات دخلت في بعضها فيقول لك الحق، طب نزود ماتش، طب نركب ماتش، طب نحط ماتش، فاهم قصدي؟ يعني بالمناسبه صحيح، هو كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت اتلغى ولا لا يا كابتن؟ هيتلغى، اتلغى، هو هيلغوا اللي قبليه السنه اللي قبليه. طب نكمل. ماشي، اتفضل يا كابتن. انت عارف تاكيد ان كلامك بلال ياسر ابراهيم ما هو كان تحت الضغط وتحت اشتراكات ده وكل حاجه، والنهارده واقف على حيله. من افضل الناس النهارده على فكره، استعدادات عامل ماتش النهارده، عامل ماتش رائع جدا جدا على فكره. الماتشين اللي فاتوا فرقوا جامد مع ياسر ابراهيم، ماتشين السنغال. بص السنتر باك ثقه يا كابتن، لما بياخد ثقه في اي لعيبه كابتن ثقه ماشي، بس عشان الاماكن دي حساسه قوي يعني. المكان اللي هو السنتر باك المساجد ده النهارده شايف وبيدي الكوره صح وبيطلع وبيلعب بهدوء كل ثقه. موضوع الاجهاد يعني ايه؟ عاوز اعرف النهارده ايه اللي هو قاموس الاجهاد ده؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ لا اقصد اقول لك نعمل ايه؟ لازم خلاص هتعمل. انا عايز اقول لك الحلول بعد كده. قول لي الموسم الماضي يا كابتن انت اشتغلت بنفس الطريقه وخدت بطوله افريقيا، اللي قبليه برده كان نفس الطريقه وبرده خدت بطوله افريقيا. بس الموسم الماضي، بس الموسم الماضي انت الدوري العام فقط. ماشي، بسبب الضغوط دي تمام، بسبب حالات الاجهاد والاصابات. حلو،
وترتيب المباريات ومواعيد المباريات. اكيد هتفقد كابتن، اكيد هتفقد بطوله من ضمن البطولة. لا مش على فكره، لا وضع طبيعي يا كابتن، لا مش وضع طبيعي معانا. هو قصده ان انت مش هتقدر تكسب في الضغوط دي، مش ممكن هتاخد تكسب كل البطولات يعني. ده اللي انا بتكلم عليه، مش هتاخد ال10 بطولات اللي بتخش فيه، ده وضع طبيعي على فكره، طبيعي جدا. مش فرقه في العالم بتاعه بتخش 10 بطولات بتاخد 10 بطولات، ده وضع طبيعي يعني. لكن انت بتدور على الافضل بالنسبه لك انك توصل لابعد لابعد مرحله. لو في 5 اخد 4، لو في 6 اخد 5. ده اللي عملناه السنه اللي فاتت. ماشي، وانا قلت ده اللي عملناه. ماشي يا كابتن، ما انا عشان كده بقول لك ايه، مبرر الايجاد ده احنا عايزين نلغيه. لا بس في حاجه، معلش، في حاجه يعني. مثلا السنه اللي فاتت انت جبت بطولات كتير جدا، وراح منك سوبر مع لا لا سيبك، غير سوبر ده بينالتي. انما لما خسرت الدوري الجماهير زعلت جدا، وما عندهاش استعداد انها تخسر دوري السنه دي مره تانية. كابتن الجماهير، كابتن كابتن ايمن بلال، بس لازم انت الجماهير لو خسرت كاس الرئيس هتزعل. لا طبعا يعني بس يعني انك تخسر الدوري لتاني مره على طول. لا انا معاك، انا معاك، بس كابتن انت محطوط في الحته دي خلاص، وصلنا لمرحله ان احنا انا بقول لك انت للاسف محطوط او بتلعب في بطوله بيديرها ناس هم يعني الفكره كلها يعني مش قادرين ينظموا يعني. خلاص كل سنه هنأجل ونلعب ونأجل ونلعب، خلاص انت خلاص حطيت في الحته دي. انا بس اللي عايز اقوله ايه، مش بقول ان انا مثلا حته الايجاد ما بتاثرش على اللعيبه او ضغط الماتشات ما بيأثرش على اللعيبه، لا بيأثر اكيد. وضع طبيعي، وضع طبيعي جدا جدا جدا. حلو، حلها ايه بقى؟ عايز اقول يا كابتن ان انت مش لازم تحط ده في دماغك ويبقى ده المبرر بالنسبه لك. لا انا عايز اقول ان الاهلي حتى السنه اللي فاتت وهو بيلعب وهو مجهد اخذ بطوله افريقيا، وصل كاس عالم، اخد ثالث السنه اللي قبليها برضو، خد دوري عام السنه اللي قبليها، وخد بطوله افريقيا. انت قصدك ان هو يتكيف مع الوضع ده؟ انت غصب عنك لازم هتتكيف، غصب عنك كابتن هتتكيف غصب عنك، وانت اريد تتكيف. ما انت النهارده انت الدوري ما هو كان مضغوط قبل 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 ماتشات كاس العالم وافريقيا، ما كان مضغوط، وانت الفرقه الوحيده اللي حققت كل يعني تقريبا 90% من النتائج الايجابيه، المكسب تقريبا كلها باستثناء ماتش واحد تعادلت فيه. أيوة فقط لا غير. هتكيف بقى ازاي؟ الدهان دي كابتن عندك 30 لعيب في الفرقه. تمام، لازم المدير وعندك 5 تغييرات كل مباراه. فانت النهارده اولا هكلمك على الجيم نفسه فيه 5 تغييرات. تمام، تقدر تشتغل مع في الخمس تغييرات دول عشان تعمل ريفريشنج دايما للفرقه، يعني تجدد الدماء دايما على طول في الخمس ده نص فرقه. والروتيشن في الماتشات، والروتيشن في الماتشات، يعني انا ممكن كل مباراه العب 2، يعني احط 2 يلعب كل ماتش. والكلام ده كنا بنقوله كابتن علاء كان موجود ايام مانويل جوزيه، كنا بنعمل كان بيعمل الكلام ده، كان يجي كل لما تبقى الدنيا مزنوقه، ماتشات مزنوقه، يحط لعيب، يحط 2 لعيب، مش هيأثروا لان لعيبه النادي الاهلي مش هيأثر على انسجام والتناسق كواليتي عاليه كمان لعيبه النادي الاهلي. يعني بالنسبه للهلال النهارده لا، الفروقات كبيره في الاسماء جدا جدا. لو جينا عدد الاسماء ونعمل مقارنه هتلاقي الفروقات كبيره للنادي الاهلي. كذلك في الدوري العام لو جيت تبص للنادي الاهلي حتى اللعيبه اللي بتطلع بره ال 18 ممكن تبقى في وقت من الاوقات بتشيل فرقه ثانيه او سوبر ستار في فرقه ثانيه. فممكن تعمل الروتيشن ده بشكل يعني بحدود الامكان برضو، مش هتغير فرقه كامله يعني، لعيب او 2 لعيب كل مباراه، عندك 5 تغييرات، تقدر تدور نفسك بالشكل ده. تمام، اللعيبه تحافظ على نفسها بشكل كويس، المدرب يحافظ على اللعيبه بشكل كويس. نعم يا كابتن، عملت كده. انا قلت السنه اللي فاتت حصل نفس الدوري المراح، عارف ليه يا بلال؟ اتفضل. لانه هو الموضوع اصعب من العادي. بمعنى طب انت هتعمل ايه يا كابتن عادل؟ ما انا هقول لك لحظه بس، انا عاوز اوصلك. انا بدور في وسط. لا انا عاوز اوصلك، انت مش هتخلي. بص يا كابتن خليني، انا عاوز اوصلك فكرتي بس. فضل. انا فكرتي في ايه؟ ما تطلبش من النادي الاهلي الاداء المميز. يعني النهارده اداء النادي الاهلي مكسب طبعا، مباراه مش حققت الهدف، مش فوق المتوسط. ايوه حققت الهدف متوسطه. تمام، حققت بيها الهدف، ده اللي انا عاوز اكلمك عليه. هتفضل كده فتره يا حد اما يروح منك اللي حصل فيك الثلاث شهور اللي فاتوا. اصل خلي بالك انا بتكلم السنه دي في اصعب من السنين اللي فاتوا. ليه؟ هقول لك انا ليه. السنه دي كان فيها احتكاك اقوى وحاله نفسيه اصعب. انت فاهم اللي هو كاس الامم وكاس العرب والبطوله كاس العالم، انت عندك مشكله اعلى. يعني انا النهارده كل خوفي ان كان حته اللعيبه ما خرجتش من حته الزعل بتاع كاس العالم، مهما كان منتخب بلدهم اهم من النادي، ودي حقيقه. منتخب البلد بيبقى اهم، منتخب مصر اهم من اي نادي في مصر. واضح الحقيقة. واضح الاحباط على عمرو السوليه النهارده. طبعا واضح جدا جدا. هي دي خلينا ناخد من هنا وعلى يعني عمرو السوليه وعلي معلول النهارده واضح عليهم جدا ان هم مرهقين. علي
ممكن اجهاد ثانية واحدة. انما سوليا احباط زياده عن اللزوم او احباط التدوير اللي احنا بنتكلم عنه بقى كلنا حرفيه التدوير اللي هي في المرحله اللي جايه لازم نستحمل مع بعض دخول وخروج بعض اللاعبين اللي احنا متعودين عليهم ان هم لازم يبقوا ما هو لحظه كابتن شريف بس يعني هل الجماهير هتستحمل ان انت مثلا تتعادل لك ماتشين ثلاثه في الماتشات اللي جايه التعادل لا احنا هنمشي بمبدا تكسب الجمهور بيزعل منك لما اداك اهم حاجه المكسب عندك خدت بالك زي ما قال عادل وساعات علاء بيقول تكسب ولا تلعب انت لازم تواكب الفتره دي انك كده ما بتدورش على الكمال الكمال هيبقى صعب قوي في الفتره دي يعني ان شاء الله تبقى تكسب الماتش الجاي سالم فوز الفوز لعيبه تانية بتفوق زي حسام حسن ده عايزين نشوفه التدوير يبقى فيه حرفيه هو لازم اكيد هيكون في تدوير لازم يبقى فيه فكر الجهاز الفني كمان حرفيه التدوير دي تساعده انت في فروقات كبيره يا كابتن عادل انت بتتكلم على لعيبه النادي الاهلي كابتن اللي بيلعب 30 دقيقه في الاول اي ازاي حتى بص كده هقول لك حاجه اللي بيلعب 30 دقيقه في الاول غيره بيلعب 30 دقيقه في الاخر هي مش باللي هيلعب الاول انما يبقى موجود وجاهز انا فاهم ان انا اقدر اعوض افرق اصابات حصلت ودي بتحصل لقدر الله مفيش فرقه هي حرفيه ازاي النهارده لا انا عارف طبعا انك تقود بالشكل اللي عندك ده يعني النهارده ما هو عمل تغييرات النهارده حرك الشحات وحمدي ومفسيوني وطاهر لازم طاهر ده الماتش الجاي يبقى جاهز منه ممكن يبدا هو بيلعبش ممكن علاء تغييرات متاخره كلها تغييرات اخر المطار انا بتكلم اللعيب نفسه صح لازم مجهز نفسه حتى لو الجهاز الفني مديله راحه ايوه خايف عليه من الضغط خايف لازم هو مع نفسه يبقى بيفكر ان الحكايه مش ان انا اساسي ولا مش اساسي طب هي بمناسبه الراحات يا كابتن شريف هل الفتره اللي فاتت كانت الراحات كافيه لعيبه النادي الاهلي والله في لعيبه خرجت مننا راحت لعبت المنتخب لا انا بتكلم على لعيبه مش الدوليين انا بتكلم على لعيبه مش الدوليين عماد الفرقه ماشي ماشي انا بتكلم يعني انت بقى لك هنا ايه بقى لك محمد شريف اللي هو من الشكل الاساسي كريم فؤاد محمد شريف ما بيلعبش كريم فؤاد اصلا اتعور لك محمد هاني قفشه ما لعبش ماتشين السنغال قفشه ما هو معاهم ماشي بس ما لعبش ماتشين السنغال وعايز يلعب والضغط النفسي والحاجات دي كلها برده بتاثر في لعيب الكوره في عضلاته حتى هو ما بيلعبش انا ممكن ابقى قاعد في ماتش بره وعضلاتي من التنشنه مش قادر انزل العب تقل فيها ارجع هنا ما بلحقش اتمرن بلال لتجهيزي للمباراه ما بلحقش اخش بقى لي قد ايه بعيد عن بيتي وعن حياتي وكلام من ده عشان لما برجع انك تواكب ال 100% انك انت تبقى موجود تبقى 60% 50% 40 كويس ان انت بتلعب فرقه زي الهلال كويس مش انها فرقه وحشه قوي لا انها فرقه برضو مستواها مش فالشكل الحرفي بتاع الجهاز الفني اللي جاي هو اللي هيقدر يوقفك على رجلك لمواكبه الفوز والحفاظ على التقدم دايما ده اللي انا اقدر اقوله يعني طيب كابتن علاء معلش احنا خدناك يا كابتن بلال وما كملتش كلامك ممكن تكمل كلام اولا كابتن عادل تاني مره يتاسف يعني اسف ده انا قلت هاخد الكلمه ويطلع ثالث مره لا انا اتكلمت سبتها لك كابتن سبتها ايه ده انت ماسك فيها مش عايز تسيبها انا عايز اقول لك حاجه ما تقوليش لا ما تقوليش خلي بلال يتكلم احنا بنحاول ناخد منك انت انا عايز اسمع ما تدروش الفرصه لا الكرسي ده مش كده يا كابتن حتى اسامة عربي لما بيجي لا اصل انا الموضوع صعب كمل بكمل تاني لا ما تكملش اتفضل يا كابتن خلاص انا سلمت قبل اتفق معاه ان الاهلي بيمر بحاله من الاهلي هو ده طبيعي لكن لما انت عايز حل يعني انت عايز حل بره الصندوق يعني عايز حل اصلا من اتحاد الكوره مش هديك حل لا مش بتكلم من رابطه مش هديك حل يا كابتن يبقى انت الحلول انت اللي بتقدمها هم ما حدش هيقدم لك حلول طب بقول لك ايه نطلع فاصل وبعدين نرجع نشوف الحلول ايه رايك عند بلال مش عند بلال لا هنرجع على بلال لا علاء بقى لا هنرجع على بلال عادل ما قلتش الكلمه الوقت خلاص ارجعوا لي انا وانا هوزع نطلع فاصل ونرجع بعد كده نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار ارجوكم انتظروا نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن بلال مش هيتكلم الكابتن عادل خد راحتك مش هيقدر كابتن صدقني مش هيقدر خد راحتك خد راحتك بس فعايز اقول طب الحل ايه الفتره الجايه ما انا بقول لك انا اتفق مع كابتن عادل لا والنبي ما تقول لا خلاص اتفضل يا كابتن انا بتفق معاه طبعا الاهلي بيمر بحاله شديده جدا من الاهلي بس انت ما تنتظرش حاجه من يعني القائمين على كره القدم في مصر طب انا عايز اقول لك حاجه ليه يا كابتن هو مش شغال لك حاجه ماشي هو مش شغال لك حاجه خالص ماشي. يعني ما تنتظرش ان يحصل فيه تعديلات وتاجيلات كابتن انت كنت محتاج تاجل ماتش وانت راح تلعب سان داونز أيوة وكان مزبوط. عندك وكان بيراميدز. عندك ماتش بيراميدز وما تاجلش بحجه ان مفيش وقت بس في حاجه كابتن بلال برضو يعني انت بيبقى ليك رؤيه 9 ماتشات في شهر رمضان
كتير جدا جدا. انا معاك، ما انا بقول لك انا معاك، ما انا لسه بقول لك ايه، هتنتظر من الاتحاد الكره او الرابطه ان هي تاجل لك الماتش؟ مش هيحصل الكلام ده خالص. ليه مش هيحصل يا كابتن؟ كان حصل قبل كده. ما هو انت يعني انت بتاخد انت بيقول لك ايه يعني ال 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 الجواب باين من عنوانه او البدايه النهايه معروفه من مطلع البدايه. هو النهارده خلاص كل انت النهارده جربته في انك انت عايز تاجل ماتش بيراميدز عشان عندك ماتش مهم جدا مع سان داونز، تمام؟ قالك ايه؟ قالك لا مش هاجل. لا انت ما جربتوش، انت استنيت منه ان هو ياجل. ماشي، يعني انتظرت تشوف رد فعله ايه أي. او هيعمل ايه. فبالتالي هو قالك لا ما عنديش وقت ما عنديش وقت اجل، فبالتالي هو مش هيعمل لك حاجه. هو أي. الحته دي مش هيحلها لك. فانت النهارده يا كابتن عايز تعمل ايه؟ انت النهارده عايز تحل عايز تحل من نفسك ليك انت زي ما اتفقنا كده يا كابتن. الروتيشن اللي بتعمله تمام، اللعيبه لازم اللعيبه تبقى كلها فت جاهزه، لعيبه النادي الاهلي كلها 30 لعيب جاهزين عشان تقدر تدور في اللعيبه كل ماتش على اللعيبه او اثنين. التغييرات لازم تبقى التغييرات منطقيه ممكن تستفيد بيها بشكل كويس جدا. في فروقات بدنيه بين لعيبه النادي الاهلي وبعضها؟ اكيد طبعا. سبب في لعيبه لعبت كتير جدا ولعيبه مأجزه بقى لها شويه حلوين. مأجزه شويه حلوين يعني ايه؟ يعني في لعيبه يعني اون فيت اجازه يعني اون فيت لعيبه اخذت اجازه لا لا 8 ايام يعني مش جاهزه؟ ممكن تكون مش جاهزه، ممكن بدنيا. وفي لعيبه يعني اوفر تريننج او اوفر لود او اوفر ستريس يعني في لعيبه لعبت كتير جدا جدا جدا، وفي لعيبه كانت واخده اجازه ولسه يعني ممكن ما وصلتش للتوب فورم بتاعها لانه كان واخد اجازه 8 ايام، وده برضو في عرف الكوره بيبقى كتير شويه من وجهه نظري يعني. يعني انا مش مدرب لكن انا بشوف ان 8 ايام اجازه وتخش تتمرن 5 ايام ممكن ما تلحقش انك تكون جاهز، ممكن بنفسك ما تلحقش انك تكون جاهز. فممكن يكون بعض اللعيبه النهارده اللي كانت واخده اجازات طويله ما لحقتش تدخل في يعني كفيت فورمة في الفورمة كلياقه بدنيه. ايوه بالظبط تمام. فدي بالزبط. ممكن تكون مسببه برضو بعض يعني بعض المشاكل البدنيه عند بعض اللعيبه النهارده في الملعب. عشان كده ان النهارده مش عايزين نحكم على ماتش الهلال، انت يكفيك الصعود، يكفيك المكسب. صح. يعني كابتن علاء كان بيقول احنا في ماتشات عايزين نكسبها تمام، بغض النظر عن الاداء. النهارده الماتش ده كده احنا عايزين نكسبه. انت خرجت من الماتش انك عايز تكسب، بتكسب وانت في اقل حالاتك، ده شيء جيد جدا جدا ويحسب للنادي الاهلي على فكره مش عليه. أيوة يعني النهارده لما ادخل ماتش زي ده عندي لعيبه مجهده وعندي لعيبه النهارده ما وصلتش للتوب فورم بتاعها في اللياقه البدنيه، وبتكسب النهارده الهلال الفرقه بتجري كتير جدا في الملعب، لا انت النهارده كويس كويس مش وحش، لا النهارده كويس كويس طبعا. يعني الفتره اللي جايه النتائج هي الاهم. بص النتائج اهم في كل الفترات. لا لا مش في الفتره اللي جايه. لا انا بتكلم ايه، ان بتكلم يعني نتائج واداء. ايوه بالظبط، يا ريت يكون نتائج واداء، يا ريت يكون الاعداد والتفكير بهذا الشكل يعني. انك انت بتهتم انك انت ما تتعورش وتكسب. كابتن انا النهارده بص، انا النهارده انت افتكر لي ماتش كده انت كسبته في نهائيات او ماتش عادي وكنت بتدور على اللعب. لا مفيش. انت النهارده النتائج اللي بتحسب في التاريخ. خلاص طبعا النتائج بالنسبه لك اللي بتتحسب. انت العشرة كسبت 2-1، التاسعة كسبت 1-4، مش هقعد اقلب انا كنت كويس ولا وحش في الماتش ده. بس هفتكر ان انا كسبت في الماتش ده. انت مطلوب منك انك تكسب. يعني في الدوري العام احنا مشاكلنا كانت ايه؟ ان انت ما بتكسبش. تعادلت في تعادلت، تهزمت تعادلت، فخسرت بطوله الدوري العام. انا النهارده لا، انا عايز اكسب حتى والاداء وحش. تدريجيا ممكن الاداء يبقى كويس. مع الوقت ممكن الاداء يبقى كويس. لو خدت فترات ما بين الماتشات وبعضها وقدرت ان انت تعمل ريكفري بشكل كويس ممكن الاداء يتحسن يبقى كويس. لكن المهم وانت مزنوق في الماتشات، المهم انك تكسب، المهم انك تعدي الادوار. الماتشين اللي جايين في افريقيا نوك اوت، طبعا انت مطلوب انك تكسب هنا 2-0 وانك تروح تدافع. بغض النظر عن الاداء ما عندناش مشكله. لا بغض النظر عن الاداء طبعا ما عندناش مشكله. جمهور الاهلي بيزعل وهيتضايق ان انت ادائك وحش، بس عايز اكسب. بس انا عايز اكسب طبعا. تمام طبعًا. في ظل الظروف الصعبه انت رقم واحد بتدور على المكسب النهارده. يعني تشيلسي مع مانشستر سيتي، مانشستر سيتي عمال يلعب كوره ويقسم وفي الاخر تشيلسي طلع كسبان. والسلام عليكم والسلام، خد بطوله اوروبا. النهارده مين حد يفتكر انا اقعد بقى نقلب في التاريخ هو تشيلسي عمل ايه والاستحواذ كان عامل ازاي طبعاً. ومين الدامين كوبن رأس مين؟ لا. احنا فاكرين دلوقتي ان تشيلسي هو اللي خد البطوله من مانشستر سيتي. تمام الكوره كده، التاريخ كده. مظبوط مظبوط. طيب بمناسبه الاستحواذ ده، لو معانا ارقام المباراه ونشوف المقارنه بين الفريقين، طب يا ريت ننزل. ماشي كابتن شريف، هنشوف مقارنه بين الفريقين. شوف انت علاء مش معانا. لا كابتن علاء معانا. احنا كنا بعد بلال. انت كان بلال انت حضرتك. ما هي الترتيب كان ماشي كده. كابتن معانا انا ببقيك عليا شريف. معانا الاحصائيه ببقيك عليه. عادل اللي دخل نط كده خد كل كابتن شريف. معانا الاحصائيه ان النادي الاهلي نسبه الاستحواذ 63%، الهلال 37. التمريرات الصحيحه النادي الاهلي 624 من 726، الهلال 300 من 398،
نسبه التمريرات هنا 75، نسبه التمريرات هنا 83، ولا انا مش شايف، مش عارف كم كم وكده، كم 80 86 86% نسبه التمريرات، تصويبه على المرمى الاهلي 14 والهلال 0 من 4، مفيش ولا كره جت للشناوي. الاهلي ساوي 14 الركنيات يعني كابتن بلال 3 اون تارجت تمام في على الجول يعني كابتن بلال الركنيات عندك 2-2 يا كابتن، وتسلل الخمسة على الاهلي 1-5 5 على الهلال 1-1 وده هدف المباراه طبعا يعني محاوله فرديه هائله من احمد عبد القادر، بص سليم جدا بص كويس قوي، وحسين الشحات بينفذ كويس جدا وعنده رؤيه، وهم واقفين طبعا كويس جدا كمان الهلال مركز الدفاع هايل بتاعهم، وهم من اول شوط واحنا من اول شوط واحنا بنعمل المناورات دي مع عدم انهاء الهجمه صح بصوره جيده صح، يعني كنا نبقى وصلنا الحته دي رجعنا تاني لخط ال 18 وكل واحد عادي يدي لحد يشوط ومحدش قادر يشوط. كابتن شريف انت فاكر احنا كنا بنتكلم على فريق الهلال ازاي قبل المباراه والتمركز وكده بالظبط، بص والجناب قد ايه فاضي، لا بص بص يعني بص المنظر ده دي من المباريات القليله قوي اللي لعبت كوره عرضيه 2-4 ماسكين واحد بس ومش ماسكينه في الاخر، لما تبص كده 2-4-5 وحسين الشحات واقف لوحده، بس هو حسين نهى الكره بطريقه كويسه طبعا، الراجل عدى كويس قوي احمد عبد القادر حاول فيها وجاله ضربه جزاء ما خدهاش في اول شوط كان ناحيه اليمين، والمره دي عدى ولعب كره سليم جدا وهدوء حسين الشحات ونزل حقق الهدف من المباراه والهدف اللي احنا كنا محتاجينه. الاستحواذ بقى وكل حاجه والكلام ده احنا اتكلمنا عنه قبل، والارقام في صالحك كلها، لان في فوارق طبعًا كبيره قوي بينك صح وبين دوري المجموعات اللي انت فيه، حتى المباراتين اللي خسرتهم مع سان داونز، يمكن سان داونز قدرت في الوقت اللي انت بتبحث فيه لنفسك انت كويس فيه على تجيب الجول جيت جول مظبوط، استدوك في اخر المباراه بجول مظبوط، وفي نفس الشكل هم كره هناك واحده من كورنر ملوش اي لازمه دخل فيه الجول وانت ما عرفتش تخلص التعادل او اي حاجه صحيح. الشكل النهارده انك انت تتكلم على الاستحواذ وشكل الملعب والباص الكتير ال 700 وشويه كويس، وده الطبيعي ايوه، دي الفوارق اللي احنا اتكلمنا عنها، بس كان واضح عليك ان انت عندك حاله اجهاد مش عارف تفنش الكره من اول شوط، ما احنا كلنا واحنا قاعدين متفرجين مش مصدقين ان احنا هم بياخدوا الكره يدوها لنا ويقولوا لك هيدوها لنا تاني يدوها لنا واحنا بنعمل نفس الشكل أيوة. مش عارفين نخلص الكره بالكيلينج باص، حاجات طويله قوي اوفسايد على طول محمد شريف حلوه الكيلينج باص حلوه الكيلينج باص الباصه القاتله خد بالك الباصه القاتله دي بص هنا زي كابتن علاء برضو بص هنا الباصه دي مهمه الوقفه بتاعت فريق الهلال وتحركات لعيبه النادي الاهلي دي كره يعني بص يعني بص عددك كام ولعيبه الهلال كام كويس بالزبط. بص التوزيع بتاع لعيبه الهلال يعني الكوره دي بص التوزيع نفسها اتعمل حلو قوي كمان وبص تحرك معلول كمان علي معلول عمل اوفرلاب حلو قوي مع عبد القادر نكمل لعبه معلول برده من المرات القليله قوي اللي حصل تعاون بين معلول وعبد القادر في المنطقه دي مع ان المنطقه دي كنا بنتكلم عليها قبل المباراه دايما فاضيه بس انت مشكلتك انك في الشوط الاول دايما اخطاء دايما تمرير غلط دايما التمرير غلط لو انت حسبت بقى يعني لو جبت زي ما جبت الاحصائيات دي لو جبت احصائيه تمريراتك الخاطئه هتلاقي رقم مهول النهارده عشان كده شكل الاداء مش حلو ليه لان انت دايما فاقد الكوره وفاقد الكوره مع فريق ما بيستحوش ما يعني الباصه الثانيه على قد امكانياته انا بص ايمن انا دايما انت كنت بتبحث عن الهدوء في الباص في انا دايما يا كابتن شريف بتكلم على ايه اما باجي بقيس التمريرات الخاطئه امكانياتك كفريق وكلعيبه وامكانيات المنافس فريق ثاني الفريق المنافس لما يخطا كتير قوي كده هم خلاص امكانياتهم كده انما لعيبه النادي الاهلي وجماعيه الفريق نفسه على النادي الاهلي مش مسموح بالاخطاء دي خصوصا ان اخطاء اغلبها انت مش مضغوط عليك مش مجبر يعني لما يكون خطا انت مجبر عليه ماشي لكن اما لا يعني بص هو ده برضو يا كابتن دي كره يعني تقريبا يعني بس عبد القادر كان لازم يلعبها لقفشه من يعني هو عبد القادر عمل خطأين مشي بالكره قدام اول زاد على اللزوم وما خدش القرار الصح ايوه بالظبط بدا يقرر لما اتزنق بالظبط لما بيرسي تاو يعني بس كمان بيرسي تاو ما كانش لازم يروح في اتجاه عبد القادر أيوه. يعني انت اذا كنت انت وبلال لازم بيرسي تاو يروح على يمين أيوه. وتخلي المساحه دي فاضيه لقفشه لكن هو بيرسي تاو نفسه زنق نفسه بين اتنين مساكين وصعب المسؤوليه على عبد القادر اللي اللي هو بالتالي كان قرب قوي صح. لكن الكره دي لو انت متخيل الشكل ايمن أيوه. لو بيرسي تاو خد المساك ده وراح يمين وراح شويه
يمين هيروح معاه، هيبقى عندك اثنين على واحد ممكن سهله جدا مع عبد القادر بمهارته يعدي. عشان كده واحنا بنتكلم على تشكيله وازاي هنبدا وكده، بقول لك عبد القادر هيبقى على الطرف. عبد القادر عنده الميزه اللي بيستغلها صح، زي في الهدف استغل سرعته ومهارته، عدى لعب بالعرض مساحه فاضيه، تمركز خاطئ جدا من لعيبه السودان، هدف هادي يعني كابتن بيقول هدف هادي من حسين، لان انت المساحه فاضيه وهو شاف كويس قوي الكره دي بالظبط، يعني حط بطن رجله كده جول. الاماكن دي دايما عايز هدوء، مظبوط، لازم تبقى هادي قوي في المنطقه دي، ما تبقاش متعصب، خصوصا ان انت لوحدك مش ممسوح يعني، انت بدلتك كده او انت او بلال في مكانكم كده هتحطها جول. يعني لكن هي استغليت الخطا او الوقفه الخطا. بص دي كره عبد القادر اللي بيهد برضه، بص هو رايح بص الزحمه تنظيم مظبوط. والله احنا جبنا لقطه لسان داونز اول مباراه نفس الشكل، ايوه بالظبط، بص نفس الكلام كده، شريف وعبد القادر كان برضو بين اثنين مساكين مظبوط، بس هو راح واللعيبه كانت بتشوف تتكلم عليها بين الشوطين بطيئه ضعيفه شويه، يعني عبد القادر مش مميز في العاب الهواء قوي يعني، لكن هي كانت يعني بص نفس الشكل، زحمه لعيبه الهلال شريف وعبد القادر، الميزه اللي اي حد بيتمناها كمهاجم ان هو راح بوشه للجول، اللعيبه واقفه غلط كلنا مبصين على الكوره لعيبه الهلال، لكن اللمسه الاخيره مش قويه. هي في الاخر ايمن انا دايما بتكلم بسرعه كده، دايما بتكلم على الاخطاء كتير قوي بتحصل في مباراه، هي بتطلع في المباراه كده يعني، كلنا مجتمعين ان مباراه مستواه الفني ضعيف، لو شفت الاخطاء الكتيره في التمرير هيجي لك ده الجواب، هو ده الجواب. ماتشات الاهلي حلو قوي، بتلاقي التمرير صح، التحرك صح، الاخطاء بسيطه جدا، هي دي هي الكره كده كلها. طيب نروح للكابتن عادل ولا لا؟ طب كابتن عادل استنى عشان بحسب لك حاجه مهمه. اتفضل. عمل نظريه، عندنا ماتش الاتحاد بعد بكره، عمل نظريه. اتفضل اقول لك حاجه مهمه. اتفضل. انت عندك كل ثلاث ايام ماتش، كل يومين تقريبا، وانت بتتكلم على كل يومين، وانت بتتكلم على عندك 30 لعيب. ايوه مش فرقه في العالم ال 30 يبقوا زي بعض طبعا، بدليل في فوارق طبعا، لا بدليل انك انت في لعيب بجنيه ولعيب بمليون طبعا، في قيمه تسويه من لعيب والتاني بتختلف الكره كده. أيوة الحاجه الثانيه الاستقرار بتاع الفرقه في انك انت ما تقدرش تغير في اكتر من لا مركز او مركزين ممكن لا ممكن انت انا عاوز اقول لك حاجه، انت بتلعب ماتشات صعبه قوي يعني انت جاي لك بص هتلعب يوم اربع يوم سبت يوم ثلاث يوم اربع تاني مظبوط في يعني اسبوع ثلاث ماتشات اربع يعني دي كفيله حتى ان يتعور لعيبه ايوه دايما كده عادل، الاولى انك محتاج كل لعيبتك طبعا بحيث الروتيشن يتعمل صح. بس انا عايز اقول لك كلمه من هنا، لما تيجي انت هتلاعب المباراه بتاعت افريقيا دي بقى وجهه نظري، لازم من دلوقتي نشوف حل، بمعنى انه ما ينفعش انا اضغط قوي كده وبعدين اروح امثل مصر الوحيد انت و يعني حد في بطوله افريقيا تاني في مصر ما فيش، انت لوحدك كونفدراليه كونفدراليه بقى خلاص انت لوحدك الوحيد اللي بيمثل مصر، فانت محتاج انك انت تعمل نتيجه كويسه لمصر. انا افضل اجهدك واحط لك الماتشات ده بغض النظر على اني انت مش متعود على زي الدوري الانجليزي انك تلعب كل ثلاث ايام، ما ينفعش تقول لي نعود ناس على موضوع صعب في طيب ماشي، يعني ايه الحل؟ الحل انك تاجل الحل ان يتعمل لك ماتشات ايام بطوله افريقيا، ماتش افريقيا اللي رايح الجاي بينه وبينه اسبوع بس لازم يديك وقتك لانك انت مش بتلعب باسم النادي الاهلي. يعني امتى القرعه؟ امتى الماتش؟ يوم الثلاث ان شاء الله، وهتلعب بين التواريخ، هتلعب يوم ماتش يوم 15 او 16 او 17، والماتش العوده هيبقى 22 23. ما ينفعش انا عايز اريح فرقه النادي الاهلي لعيبك 15 و18 ممكن، ما كان في الجدول كده والله يعني في الجدول كده. انا بتكلم من دلوقتي عشان ما تجيليش يوم لما ندخل هنلعب مثلا الرجاء ولا هنلعب اي فرقة من الاربعه، اي فرقه لما تيجي تلعبهم ما تكونش لعب لي ماتشين ثلاثه، ما هو حاجه من الحاجتين، لا تلعب ضعيف قوي في ماتش الدوري فتخسر الدوري، وساعتها زي السنه اللي فاتت لما خسرنا الدوري وكلنا زعلنا ان احنا خسرنا الدوري. طب ما انت خسرت الدوري ليه؟ لانك اتضغطت كده. انت بقى من دلوقتي مش ذنب ان انا بلعب باسم مصر، صحيح، يعني مش ذنب ان انا المفترض ان هم يساعدوني علشان اعمل نتيجه لبلدي، وانت لما بتلعب باسم مصر في كاس افريقيا وبتكسبها وبتروح كاس العالم للانديه بيقولوا مصر، ما بيقولوش النادي الاهلي، بيقولوا الاهلي المصري وليس الاهلي بالجزيره، صح. فانا بقول لك مين دلوقتي، عشان كده انا بقول لك مين دلوقتي لازم
قبل المباراه اللي هنلعبها ما تدخلناش مجهدين علشان نعمل نتيجه كويسه لبلدنا باذن الله رب العالمين. نتمنى من مسؤولين كده ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن بلال، اخيرا قبل ما نروح بقى نستقبل الكابتن ناصر، لو قلنا نجم مباراه اليوم. نجم مباراه اليوم، بص يعني انا بشوف مثلا يعني عبد القادر اجتهد وصنع هدف، ومن اللعيبه اللي عندها قدرات فرديه عاليه جدا جدا، يعني تقدر تعتمد عليه في الماتشات المقفوله اللي زي دي. عنده الحلول. كان ممكن يسجل هدف تاني على فكره. أي. في واحده جت كده كان ممكن يسجل هدف تاني، وكان ليه بينالتي الشوط الاولاني. عبد القادر كان له بينالتي ولا عبد القادر كان ليه بينالتي الشوط الاول. الشوط الاول يعني لعيب انا بحب امكانياته وبحب قدراته. لعب. لو عدل من نفسه بدنيا شويه او قوى من نفسه بدنيا شويه يروح حته ثانيه خالص مختلفه ان شاء الله، لكنه يظل هو اللعيب اللي عنده المفاتيح. صحيح. او اللعيب اللي عنده الحلول بالنسبه لفريق النادي الاهلي. طيب كابتن شريف، رجل المباراه. رجل المباراه زي ما قال بلال المفروض عبد القادر، بس انا بضيف عليه لا واحد بس، واحد بس الشحات هو اللي جاب لي الجول. وانا كنت محتاج الجول ده، مهم جدا النتيجه النهارده، فانا صاحب الهدف فبديله رجل المباراه. يعني اديت لحسين الشحات رجل المباراه. شكرا كابتن عبد القادر، يعني مقدمه كبيره قوي. كابتن علاء مش عايز اخسر بحق عبد القادر. لا دي حقيقة. ماشي كابتن، واضح عليك. كابتن علاء لا انا ما فيش حد النهارده رجل المباراه. عرفت بقى. طيب كابتن عادل، عبد القادر برضه. عبد القادر ما بحبه. انت لا مالناش دعوه بالحب، احنا بنتكلم على رجل المباراه. احنا نحكي بالجايز النهارده. لا. ممكن زي ما كابتن قال، ولكن انا عبد القادر عشان بحب اللعب. انت عبد القادر. طيب انا ممكن اديها لواحد من اثنين، عبد القادر او ياسر ابراهيم. وليه انت احسن مننا في ايه؟ خلاص هديها لاحمد عبد القادر. بس واحد بس، ما كانش محتار لعيب ياسر ابراهيم في مباراه زي دي. ما انا عارف، ما انا عارف. بس هو عاجبني. قلنا عليه ان هو واقف على حيله وعلى رجليه، بس ما ينفعش يبقى بلعب وفرقه ماتش زي ده. طيب. ودي الديفندر بتاعي يعني. طيب خلاص كده، يبقى اتفقنا على ان احمد عبد القادر هو رجل مباراه اليوم. هنروح للمؤتمر الصحفي لمستر موسيماني، وبعديها نرجع لكم و كابتن ناصر عباس الحديث عن الحالات التحكيمية. أرجوكم انتظرونا. السلام عليكم. رمضان كريم. Yes. A very difficult game. As we were speaking the day before, was it yesterday? That is going to be difficult because we have to pay respect to Hilal. They gave us a very very big fight. They never stopped. I don't think this was the same Hilal that played last week in Sudan. But Yeah, we were a little bit cautious and the discipline was very good between Yasser and Ayman and Karim. They played very well. That's why Shenawy was not very busy, to be honest. They kept the defense, and it's important for a big game like this. You need to understand that if you a game like this, if you slip once, they will catch you on a counter attack. ياسر واشرف، ياسر ايمن اشرف وكريم لعبوا ماتش كبير قوي، كان في التزام دفاعي كبير، وده يمكن ريحوا الشناوي. ياسر وايمن اشرف وكريم كان عملوا ماتش كبير جدا دفاعيا، وكانوا حتى ريحوا الشناوي، ما كانش عليه كرات كتير، ما كانش عليه فرص كتيره، وكان في التزام ومهم جدا في ماتشات زي دي يبقى في التزام دفاعيا، لان ممكن من غلطه واحده ممكن الفرقه تسجل فيك، الفرقه قدامك تسجل فيك. But you could see that we were all a little bit nervous in the first 15 to 20 minutes because it's a big game. We know it's a win at all cost. We were not ourselves in the first half, but it's okay. It's part of the game. Once we scored the goal, I think we could have scored two or three more on the counter attack, on the passing, but the passing was not very good at the end. But alhamdulillah, we are through.
زي ما احنا شفنا، احنا بتاع الاول 15 دقيقه او اول ثلث ساعه كانوا متوترين، كنا متعصبين شويه لان ماتش مهم، ماتش تاهل ربع النهائي. بس يعني الشوط الاولاني كان باين مش احنا، ده مش مستوانا. الشوط الثاني اول ما سجلنا الجون، جبنا الجون بتاعنا، الماتش فتح ولحت لنا اكتر من فرصه، كان ممكن نسجل ثلاثه او اربعه سواء من مرتدات او من تمريرات. وبالمناسبه التمريرات النهارده ما كانتش في احسن حاجه، ما كانش في احسن مستوى التمرير النهارده. questions please. No, we gave the players rest for 2 days to rest because they come from those 14 days of disappointments and everything. And I think the best medicine for them to heal is to be with their families. So we gave them rest, and but they're professionals. They came from the FIFA Arab Cup. They lost. We won against Raja Casablanca in 2 days' time. They went to the AFCON, and they were disappointed. We played the World Cup Mundial, and they adjust. So they know it's their lives. They play big games. They're gonna be disappointed, but there's also gonna be a good thing for them. So they are professionals now. So it's we don't have to talk much with them because they understand. ازاي حضرت لعبتك نفسيا اللعيبه الدوليين بعد الاخفاق بتاع تصفيات كاس العالم؟ ولو كان ماتش مش حاسم كنت هتلعبهم ولا لا؟ بيقول لك انا اديتهم يومين بس راحه بعد ما رجعوا، وهم لعيبه محترفين مش محتاج اتكلم معاهم، وكنت شايف ان افضل حاجه عشان يطلعوا من الحاله اللي هم فيها يقضوا يومين مع عائلاتهم عشان يرجعوا. بس هم لعيبه محترفين، وده موقف مش جديد عليهم. قبل كده لما كان حصل اخفاق في بطوله عربيه واللعيبه رجعت لنا، وخدنا بعد يومين خدنا كاس السوبر، كسبنا كاس السوبر بعد ما كسبنا رجاء. وبرده نفس الموقف ده في بطوله افريقيا لما حصل اخفاق واتهزموا في النهائي، برده بعدها بيومين شاركوا معانا في كاس العالم. فهم لعيبه محترفين وعارفين ازاي بيخرجوا من الحاله النفسيه بعد اخفاق، وده جزء من الكوره يعني. وده تفضل. مبروك الفوز والتأهل. شكرا. هل هنشوف وجه اخر للاهلي في الادوار القادمه، خصوصا ان الاهلي في دور المجموعات اداؤه ما كانش مقنع قوي، والاهلي في الادوار اللي جايه هيلعب قدام فرق هتملى الملاعب بتاعتها سواء رجاء سواء الوداد باستثناء الترجي اللي عنده ايقاف، هل هنشوف وجه اخر لعيبه الاهلي مع خصوم اقوى في حضور جماهيري اكبر من اللي حصل في المجموعات؟ It's always like that in the group stage. Ever since I'm here, it's never very nice, never very clean, never very easy. And I think you know what happens at the end. How does this movie end? الحقيقة الجزء الأول بيقول لك هو ده الحقيقة، بتقول له أداء ما كانش مقنع قوي في دوري المجموعات، هنشوف وجه تاني في بعد كده في الأدوار الجاية. وهترجم له سؤال بيقول لحياتك هو ده طبيعي كده من دوري المجموعات، المهم النهايات شكلها إيه؟ It's a marathon, it's not how fast you start. Maybe the experience, so I want that punch the function without fans, but it will be different games. We'll play the performance with the same like a group stage. Yeah, we don't have to worry about what we can't control. There's a lot of inconsistencies and depends on governments, whether you allow the people to come in or not. It's not in our hands. So we have to respect the decisions made by the governments, and if a country opens up and have the fans like we had against Senegal here, it's a different story for us. Yes, we can't control what happens on the other side. Once you start to worry about people open up and have more supporters or not, you lose the match. Whatever is there, take it. Concentrate on your game. حضرتك بتسأله بتقول له في بداية من دور القادم.
القادم من الربع النهائي هتلعب، لو لعبت قدام الرجاء هتبقى المدرجات مليانه، وداد نفس الموضوع، يمكن الترجي لا عشان فيه عقوبه، انت هتعد زي الماتشات دي. بيقول لك المفروض ما قلقش على حاجه ما يشيد فيها، ده لو في قرار حكومي ان احنا ما بقاش قرار بلد ما بقاش جماهير او بعاد محدد، المفروض اقيم نفسي ونلعب بناء على المعطيات اللي قدامنا. لكن انا قلقت عشان العب بره قدام جماهير مش هعرف العب، المفروض العب في اي ظروف. Would be nice to have the same setup when Senegal played Egypt here. Yeah? Would be nice. But we also have to respect. But we have to respect also the authorities, the decisions made. شكراً. سؤالي ايه اسباب تاخر الاهلي في تسجيل هدف الفوز؟ وهل لو كان كانت المباراه انتهت الاهلي صعب المستر عثماني يبقى راضي عن النتيجه ولا ايه رايك؟ Was the reason for not scoring early, score late, and if the game in draw, will be happy for the score? No, we play to win. I told you yesterday, we play to win, and we won the match. So I told you the players are also human beings. They were a little bit nervous. You could see the passes in the first half were not very good, but we still dominated and controlled the game. So it happens in football. Sometimes you play very well, and then you don't win. Sometimes you don't play very well, and you win. You know, هو بيقول حياتك حاجة بتسأله ليه الجون اتأخر، ويا ترى لو كنت اتعادلت في الماتش كنت هتبقى راضي عن الأداء حتى برغم التأهل؟ بيقول حياتك ده جزء من الكرة، اللعيبة كانت متعصبة شوية النهاردة، ده طبيعي، ساعات بتلعب كويس وبتكسبش، وساعات بتلعب ما بتلعبش كويس وبتكسب، فده جزء من الكرة اللي بنلعبها. Yes, I accept the first half was not very good. أنا متقبل طبعا فكرة إن الشوط الأولاني زي ما حضرتك كنت بتقول إن هو الشوط الأولاني كان أداء مش كويس. Last two questions. One here and one over there. You please. Next week we have games in the league and then شرسه جدا سواء الوداد او الترجي او الرجاء. طبعا ببارك لك مره ثانيه وان شاء الله بالتوفيق في القادم. شو نيكست راوند مور افيشنت اند بيتر كاس بيرفورمانس كونجراتيشن بات وان كان بريبير ذا تيم فور افريكان جيمز ديسبايت ذا جيم تو ذا ليج يو هاف نيكست ويزداي Well, these players are professionals. They're playing at a higher level. If you don't prepare well, if you don't play well on the next game, you know that the match coming, you might be on the bench. So, you know how football is. If it's not about which match, it's about who's playing well at what time, at one stage. Okay, so they are professionals. If you don't play well, you're going to sit with me somewhere there, and somebody else comes up and he takes the opportunity. And when he takes the opportunity, you can't complain because you, maybe you don't prepare properly for the Dowry and you prepare only for Champions League, but you might not be on the team the next match. حضرتك بتساله بتعد ازاي الفريق مع الماتشات مش الدوري، بيقول لك دول لعيبه محترفه واللعيبه عارفه لو انت ما اديتش كويس الماتش الجاي مش هتكون موجود، فانت لازم تدي اللي عندك كله. ما في لعيبه تقول لك في افريقيا انت اكتر في الدوري، لا انت عارف لو لعبت في افريقيا كويس وفي الدوري هتلعب، لكن لو لعبت في ماتش في بطوله بطولتين باداء مش كويس مش هتلعب في البطوله الثانيه. فانا مش قلقان من ده، انا عندي لعيبه كافيه ممكن تقعد. مانشستر سيتي هو ستارتنج؟ يو دونت نو هو ستارتنج مانشستر سيتي. Same as Bayern. Same as Liverpool sometimes. They put Sadio Mane or Salah out sometimes. It's football. So we are at the same level. You have to be good at all times. And if you lower your attitude a little bit, somebody comes in and you don't have favorites. سبب تراجع مستواه في المباراه النهارده والمباراه اللي فاتت، يعني
I was with the fans and with the journalists, and I was not happy. And what is the reason? I don't know. Maybe you should ask him. إيه سبب تأخ تذبذب مستوى بيرستاو بيقول لك اسأله. Is he the only one who didn't play very well today? Is there anybody maybe? شايف ممكن هو مش هو الوحيد بلعبش كويس قوي النهاردة في ممكن يكون في حد تاني كمان. Who? مين؟ Who? مين؟ أفشا. أفشا didn't play good. أنت شايف أفشا لعبش كويس؟ تمام. ممكن. Is your opinion? يا رأيك يعني. We need أفشا, okay? Maybe next on Dari he will score. And what are you going to say? Hussein came in, he scored. Alhamdulillah. They're brothers that together we fight. We sometimes they're angry, they don't play, but it's okay. You know? It's one big family. And they must know that they will compete at all times. And anybody can go out, and anybody can go in. And it's a good competition. And they understand. Sometimes they are angry with me. But they are one big family. Any Sharif, Sharif will score, you know that. Tamam. Substitute doesn't mean anything. Thank you, coach. Shukran, guys. Thank you, coach. Thank you, Dr. Ahmed. Thank you.